هم ناخبو الغد، على الرغم من أعمارهم التي لا تتعدى 9 سنوات، فما تعلموه اليوم يجهله الكثير من الكبار. ما هو قانون التصويت للانتخابات الأوروبية؟ هنا قانون التصويت يعني كيفية التصويت في الانتخابات الأوروبية، وهذا أمر غير مألوف. غير مألوف ومعقد نوعاً ما، بل هو أيضاً رأي جزء كبير من السكان فيما يتعلق بسير عمل الاتحاد الأوروبي. ووفقاً لدراسة حديثة، فإن 3/4 الفرنسيين لا يعرفون بشكل صحيح المؤسسات الأوروبية. لماذا لم يكن لكرواتيا نواباً في العام 2009؟ وهل لجميع البلدان العدد نفسه من الممثلين في البرلمان الأوروبي؟ أسئلة على تلاميذ المدرسة الابتدائية هذه الإجابة عنها، وبطبيعة الحال تظل غامضة لمعظمهم. لم أكن أعلم أن هناك 751 عضواً في البرلمان. كنت أعتقد أن هناك 28 رئيساً، أي رئيس لكل بلد. أعتقد أن هناك الكثير من التعقيدات وكل شيء من هذا النوع في البرلمان. هذا وقد تم إدخال تدريس أوروبا وسير عمل مؤسساتها في برنامج الدورة الثالثة للتعليم الابتدائي، ولكن توماتسون تعمد اختيار فترة ما قبل الانتخابات هذه للتحدث عنها مع تلاميذه. ربما كانت هناك رغبة في الوصول إلى الأهالي من خلال الأطفال، فهم يملكون حق التصويت في فرنسا في الانتخابات الأوروبية، وربما بهدف زيادة الوعي لديهم. وتحظر ممارسة السياسة على المعلم أو التحدث عن حزب ما، بل يمكنه فقط تثقيف الأطفال حول أهمية التصويت، معلومات بالغة الأهمية لمواطني المستقبل هؤلاء بالنظر إلى معدل الامتناع عن التصويت الذي وصل إلى ما يقارب 57% في الانتخابات الأوروبية الأخيرة. الحق في التصويت شيء جيد، فهناك أناس يشتكون من بعض الأشياء كرؤساء البلديات، فما عليهم إلا التصويت، لأنهم إذا لم يصوتوا فلا يمكنهم قول شيء، فقط أولئك الذين صوتوا يمكنهم قول شيء. وبحسب دراسة نشرت الأسبوع الماضي، فسيصل معدل الامتناع عن التصويت في انتخابات الأحد إلى 62%، وهو رقم تاريخي لفرنسا.